لا تمام، تسلم يا أمير. على ايه؟ أرجوكي ما تسيبينيش عشان جوزك ما بيسيبنيش في حالي. ايه الهبل ده؟ خلاص ماشي. روح، رايحة فين؟ لحظة واحدة وجاية لك تاني يا عمي. ماشي. ايه ده، انت كاتبة ده؟ يا ستي ده اللي بيحصل. هو ايه اللي بيحصل؟ بصي انا كنت خايفه اقول لك علشان استاذ عماد بس ما يقطعش عيشي، بس والله الموضوع بدأ من فتره كبيره قوي. يعني ايه اللي حصل بالظبط؟ فهميني. هقول لك، كل ما انت بتخرجي هو بيجي دايما يضايقني. مره يقول لي لا عند كوب وكتير. لا عند كوب؟ اه عماد جوز انا. يقول لك انت الكلام ده؟ على فكره ده من فتره كبيره جدا وانا بحاول اسكت، بس الموضوع زاد عن حده وكل شويه يقعد يطلب مني طلبات مش كويسه، فانا قلت الحق اقول. عماد جوز هيبص لك انت يا بنت انت ويسيبني انا؟ والله ده اللي حصل. طب اثبت لك. طب ازاي؟ انا بقيت مرعوبه انك انت تخرجي وتسيبيني معاه. طب بقول لك يا بنت، انا هعرف ان اتاكد من الموضوع ده ازاي، بس عارفه وحياه ربنا لو طلعت انك بتكدبي، بصي هخلص عليك، هقفشك كده باسناني. هتشوفي بنفسك. ماشي، وقولي شوفي انت بتعملي ايه. يا بنتي سبتيني ورحت فين؟ لا انا كنت دخلت بس ابص كده على الحاجه اللي في الدولاب اللي انا لسه شايلها. بقول لك ايه يا عماد؟ ايه؟ انا هنزل ان انا اجيب الطلبات دي. بقول لك اما تيجي معايا. اجي معاكي في ايه؟ انت مش سامعاني وانا بكلمهم، قلت لهم مش هروح الشغل النهارده، تعبان ومش قادر. يا روعه بس. خلاص انا مش هنزل انا كمان. ليه؟ طب ايه اللي عادك؟ مش روح تشوفي مصالح البيت. خلاص مش مهم يا سيدي، انا هبعت البت اللي عندنا دي تروح تجيب الطلبات بنفسها. أميرة؟ آه؟ يعني أنتِ ما شفتيش المرة اللي فاتت أميرة جابت طلبات بايظة وحاجات بايظة وخليتيني أنا اتقرفت منها؟ آه بالله عليكي. أنا ما بعرفش آكل أي حاجة إلا لما كنتِ بتنقليها بإيدك، بالله عليكي يا روعة. آه طبعًا يا حبيبي. ماشي؟ عيني ماشي. يلا روحي بقى عشان ما تتأخريش. ماشي. أنا عايزة تقعد قال، يا ست بقى ما تمشي ما تغوري. واضح كده ان البت دي كلامها صح. ماشي يا عماد. خير ما مشيتي؟ لما اروح بقى اشوف بقى البت الحلوه دي. هي رجعتني ولا ايه؟ ايوه ايوه. ايه يا عمده؟ يا احمد ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. قلقتني يا عم عليك لما قلت انك تعبان ومش جاي الشغل. يا احمد انا مرهق. طب مالك؟ بس الف سلامة. طب بقول لك ايه، تعالى اوديك للدكتور. لا 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 لا، انا بس انا رايح شوية وان شاء الله هفوق. طب تعالى اقعد بره شوية. لا بقول لك مش قادر يا احمد اتحرك خالص، بقول لك مرهق يا راجل. طب اقعد معاك شوية. طيب يا عمال تفك عن نفسك، نتكلم لأي حاجة يا عم. لا انا عندي فكرة حلوة. ايه؟ انا هخش اريح شوية ولما افوق يبقى هرن عليك ونتقابل، مش يا صاحبي؟ طب ماشي يا صاحبي، خد بالك من نفسك، لو في أي حاجة كلمني. حبيبي تسلم لي، ما تسلمش منك. أميرة، أميرة، يا أميرة، مالها فين؟ معقول؟ أهو، يبقى أكيد بتنضف الأوضة اللي جوه. يا أميرة، أميرة، بقول لك يا أميرة، ما تلفيلي وشي كده يا أميرة، تلفيلي وشي كده قبل الغرابة ما تيجي، ده من السيدات اللي نزلت السوق، وعلى فكرة هيتأخر شوية. نفسي أشوف وش الباقي الجميل ده. على فكرة أنا بحبك أنت، تعرف هي؟ أنا ولا بطاقة. أنا بتمنى العمى لو أشوفها. أنت عارفة أميرة؟ المفروض هي اللي تخدمك مش أنت اللي تخدميها. طب بقول لك إيه؟ ما دام أنت كده رافضة أي حاجة تانية، ما تيجي نتجوز. بس نتجوز في السر، بس أوعى هي تعرف. يا ستي بصي وهستتك، بدل ما بتكنسي وتمسحي هجيب لك خدامة. أنت تستاهل أكتر من كده أصلاً. ايوه كده ارفع النقاب كده خلينا نشوف القمر. قمر ده انا هوريك النجوم في عز الضوء. روعه ما تصدقش، انت كنت بعمل كده عشان اختبرها. انت ازاي طلعت زباله كده؟ ده انا ايه العمل انها تقول لي عليك وانا اقول لها انت بتكدبي؟ ازاي النعمه دي يعمل كده؟ انت ايه القرف اللي انت عملته؟ شفتي انت ما كنتش مصدقه. هي عارفه انا عايزه توقع ما بيننا راي روعه، فانا قلت اختبرها. لا انت تخرس خالص يا روعه. طلقني يا عماد، طلقني واطلع بره الشقه اللي هي بتاعتي. اطلع بره يا روعه.
يا روعه في مين؟ روعه تبص الخدامه يا معفن، تبص الخدامه، ده انت خليت وشي في الارض يا شيخ منك. يا روعه فهميني بس يا روعه، انا انت فاهمه غلط. فاهمه غلط ايه؟ بقول لك ايه، انت اخرك خلاص جه معايا، اطلع بره، وقبل ما تطلع تطلقني، اطلع من شقه ابويا يا حبيبي. يا ريتك كمان كنت جايب شقه تقول لها هتجوزك وستتك واجيب لك خدامه، ده انت اتجننت خالص وفلتت منك. اطلع بره يا حبيبي، تعال هنا، طلقني. انت طالق غور يا معفن يا منتن، تبص للخدامه كتكنيله. امير ده انت يا بت، ده انت السبب في كل ده، انت اللي دمرتي حاسي كده. طب والحياه امك ما هسيبك في حالك وهتشوفي. يا شيخ منك لله، امال انت فاكر ايه هتعدي بالسهل؟ ادي اخره المشي البطال، ربنا ينتقم منك.